انت دنيا يا بنت، انت ليه بتنطي مراحل كده بلا عداوة؟ بلاش الدنيا قفش كده، واحدة واحدة. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجة. بتعملي ايه عندك يا بنت؟ القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لي، مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. على تاني؟ الله، لا 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 الله، احنا مش كنا علمنا الحكايه دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمه، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجه، ارقيها. جبت لك يا زمن. يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي؟ لا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول. كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هاتها جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضو. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين، صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك، دي علمة، يعني بمية وش ومية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فنينة، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مره، وهو بقى يفرفر في النص. يبقى ركب المرجيحه ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعه. مش قلت لك ضربه معلم؟ يخرب بيتك، نشفتي دمي مره من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجه. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبنت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى
هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي، مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفه واحنا لسه ابتدينا، لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجاله راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامه، يجوا بالسلامه يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده يا ابني؟ دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. اه واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشك؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحده عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام، سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي ده على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ اه يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ اقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ ست شهور. مالها؟ تتقص عن يخصك وبتنقش وراك يا كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاعت دجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد براني.